مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الموارد. نحن اليوم في مورد دسال، وسوف نسير معكم في ربوع هذا المورد ونعرفكم به وبأهله وبتاريخه. مورد دسال من الموارد المهمة التي تقع في بطانة ليوة، وهذا المورد كان نقطة استراحة للبدو الرحل الآتيين من ساحل البحر، فيمرون على الموارد الشمالية ثم يأتون إلى مورد دسال فيتزودون من مائه، ثم ينطلقون إلى الجنوب إلى جهة ليوة ويمرون ببدع مانع ثم فرش المرخ، وبعد ذلك يدخلون في ليوة في محضر عتاب أو المحاضر التي جنبه. ولد في هذا المحضر الشاعر أحمد بن بليد المرر، وهو أحد شعراء المنطقة المعروفين في قديم الزمان. هذا الشاعر ولد في هذا المورد هنا في مورد دسال. عرف هذا الشاعر باستقامته على الدين وصلابته وكذلك شجاعته وكرمه ومروءته. توفي والده وهو صغير، ثم ذهبت به أمه إلى خوالة قضاة الظفرة من آل بوملحة، فنشأ عندهم نشأة دينية ونشأ على الاستقامة. ثم لما كبر عمل في الغوص، وبعد ذلك عمل جمالا ينقل البدو الرحل من البحر إلى ليوة، وكذلك من ليوة ينقلهم إلى البحر. يا زين عصر الطرب ومساعد راحي، ما فاد فيها التواجد والتحاسي، في لا والله إلا ولا مشرع وخلاني على السيف. والشيب يعني لحق الطلب عجلي وركابي مواقفي، قلت ابزعولي وقالوا ما لني واحد. يوجد في مورد دسال غيط نخل، والنخل كثير كما ترون. أما نخله القديم فيقع في شمال الغيط، وكذلك يوجد في هذا المورد قرن كبير طوله يتعدى 10 أمتار، وأما ماءه فماءه عذب. يوجد ماء في شمال الغيط طوله لا يتعدى 2 قامتين، وبئر آخر كذلك يوجد في جنوب الغيط طوله يزيد على 3 قامات. أما مورد دسال فيقع في بطانة ليوة من جهة الشرق، يحده من الشمال مورد الرقيعة بمسافة 2 كيلومتر تقريبا،
ومن الجنوب يحده بدع مانع بمسافة 2 كيلو تقريبا، ويحده من جهة الغرب مشيعل بمسافة 5 كيلومترات تقريبا. وأما من جهة الجنوب الشرقي فيحده عد الزمامي بمسافة 5 كيلومترات كذلك. ويبعد مورد دسال عن محاضر ليوى من جهة الشمال 17 كيلومتر تقريبا. نرحب السيد محمد بن أحمد بن بليد المرر في برنامج الموارد. يا مرحبا بك يا أبو سلطان. يا مرحبا. معانا في هالبرنامج ونحن اليوم في مورد دسال. خذوا ما تبون من يمل الشيء إلا خابره، وعندي عليه فضغة وعرف وعطيك وياه. نباك تخبرنا عن تاريخ هذا الغيط. تاريخ الغيط هذا من يوم استوى ما له عدة تاريخه، تسمع؟ وهو اليدي محمد بن محمد محمد بن محمد بن مرشد بن بليد مرثني يدا على يد الغيط هذا. منو زار عنه؟ زار عنه حياة محمد بن بليد بوبويه. نعم. زار المزرعة الشمالية العودة الحين ما هي منها، راحت وبجيت مزرعة هذي. ها وابطين انا حاضر فين حاضر فين حاضر وين حياة خميس مرشد ما عنده نخال في الطير. وقال سب خميس عمتي عوش، انت يا عوشه دسال الله ما اعطاك اياه قيض فيه ولا تنشدين عن نباته وعن عبالته. يحضرون خميس عمتي عوش على الجنه ويعابلونه. يعابلونه. ومنو اللي ينبته؟ ينبته ابويه. نعم. ميونه مره لقده قايل ماله ولا حماله، وبرح الوقت يضرب وقته. وجوانا انطواء اخر الوقت ابوي وفره على عمتي عوشه على اخته. نعم. ترى حياه عمي حياه يدي محمد مرشد جايب ابوي وجايب عمتي عوشه وجايب ساره وجايب حمده اربع بنات. ويوم عاد يكذب ويا اخر زمان قال له الغيط من لا من صوبك وبره على اسم عمتي لليوم. الدسال تقيضون فيه؟ نعم نعم قيض اول فيه وفي عريش وفي من الغرب والفرضه فرضتين غربي الجر والعريش هناك والما تسمع من طرف النخل منه غدير. وخلاف عمتي يوم جت الغيط سوى عريش وط الغيط وط النخل أربع انخلات وحطهم فوق ندعون شعث وقيضوا فيهن مقياض يوم الصفر يظهروا. وفي العالم يجيب له العالم من الشرق يجيب له العالم من الغرب يجيبونه. يعني دسال مكانه على الطريق. الله الله. طريق البدو والرحل اللي جايين من البحر. اللي جايين من البحر اما سلف من هل القرم ده وهل يعني اللي خطفوه مني طريق دسال وبدع مانع وعتاب. هذا طريقهم، هذا طريق العرب اللي يشيلون يجون وهالحفيف هذا طريقهم. طريق دشال. يجون فيه ويوقفون هني عنده؟ يستريحون عنده؟ نعم يباتون هني ويقات يعطنون ويجون ركابها وتجمع مني ويروحون ويعشون يعطون بدع مانع ان كانوا مثجلين غط العلبه فاضل في الرمله. يقيلون ويروحون يعشون المرخه شمالي عتاب. يسمونه فرش المرخ نقر عود. والصبح شرحوا خطوه عتام مرة في عتاب ولا يبقى قرم ده ترى راح قرم ده ولا يبقى حفيف فرق من فرش الصباط غرب درب حفيف. منوه اللي يقيض
في دسال من البدوان؟ الأول مقيض الحين نقيض فيه. علي صغرتي حياة أمي وعمتي حمدة ونقيض فيه. ويوم يدون هنا يهدون رسلنا اليواء حق خلي في اليواء. بعدين خلاص عقب يوم لات على عمتي وعلى خميس تقيضون في خميس وعمتي عوشة. إلين عاد توفى خميس على أهلين وانتهى تمقيض في دشال. غدوا العرب يعني الشعبية ويجي أحمد هني وياخذ له فيه وطالع بشاشير يحط في بشاشير مسجينه النخل ولا غافل عنه. الماء هني وين مكانه؟ الماء هني والماء شمال الجر في الحير قامتين له في الحير. وحلو ما؟ غدير أما هني الثلاث وكل سنت ينوب يمكن أنه شوية يطول. ويدي حياة يدي عند أهل الجنة يقيض فيه لين يوقع حماله يحضر اليواء ومد البحر عند الحمران المجرن ومن بين أرجين ومن بين الصيد وقال إيه يا ابن بليد أم القطير الحين قايضة تسمع مني وتقضى الخشكار تسمى الحليب وأم القطير فيها دبس مهول مسمنها أم القطير يومي لأن مرة تصب الدبس قال يوم البر نقص اليداء نقص يده مسوي نهيده مسوي كذي قال نقص حبل يدايه بين ارجنه والصير وقصيته من هوايه وذكرت ام القطير مره يا لي المحمل ركب قالت راني خلاص زين البدوان الاول ها البدوان الاول اللي تمر على دسال نعم يمرون يجون من مره بفريج بوش ما يمرونه بوش البوش مره هنا ارقع يعني ما حد يمر بوش الا كان عربا حاضرين ولا عربا يعني ضالين ولا حد ضال عادم الطريق وعنده بوش هو خطاه مني حايل ولا ما حد يمر بوش لا هو ولا ابو حميره زين الليون بهلهم ها الناس الليون بهلهم هني الله الله يبهله ويبعياله ويمرح تسمع ثاني ويشجي ويتقهوى يخلفه له الرطب تسمع مني ويقيل على رطب وعلى خير هو وهله والعصر يروح هم بغى شرق ترى الشرق خطف على الدهيمية وقبل ناكل الشاروق وين بغى ينوب الدرب شمح لا تخطف الأربان تخطف الأربان لكن تذكر منو من الحضاضير اللي يمرون هني والله ايش بقول لك اللي يمرونه مني أكثرهم من هالقرمدة هالقرمدة اي نعم ابن جديد يمرونه مني القطارة كما الأمثال كل واحد هذا يمرونه مني البي شملان هذا ممره يعني هذا ممره هالقرم ده هذا ممره وقت الصفري الناس يوم تطلع من ليوع يمرون على دسال الله الله يمرون مني ويظهرون شمال لهيمة إلا يبى شرق ولا يبى شمال من الهيمة ولا يبى غرب تراب البديع ولا يبى بوتيش ولا تسمع مني ولا يظهرون من العطر يسار هذا طريقهم بدع مانع الطاول خويك الدلو لا حشا تغرف الطاسة منه نص قامة بدع مانع مغيلة مغيلة قصير عقله ومنيه الطرق شبحة لا يبي يفرج شرق ولا يبي يشمي شمال ولا والدرب المرشوم العود طريق الناس تسمع من يشاه العصب من العصب ينزلون على شاه. هي نعم هذا يعني طريق وطريق الرملة هذه جليلة ليهم العرب. وقت الشتاء حد يشتي هني في دسال من هل البيشان؟ لا لا هالبيشان حتى ما يشتون فيها يشتون في الشواف الشروق. يطلعون منها. هي في تراب لهيمة في تراب تجمع منية بوص بخف في تراب تجمع منية بدع مناصير في تراب يعني ما حد يشتي فيها. يعني آل بليد آل بليد في الزمان القديم كانوا يعيشون في يون في دسال نعم 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 ويقيضون فيه ويعابلون نخلة يعيشون فيه ويقيضون فيه ويعابلون نخلة تسمع مني ويظهرون في البحر ويمد يمد البحر والمرجاق ذاك اليوم ما عندنا مرجاقة في خير عندهم ناقتين ثلاث ناقتين ويقربون حول الناس يا جماعة يقربون حتى تسمع مني حول إلا بيسكن مني يظهرون هو خوالي يسكنوا في تراب لهيمة عندهم طيات وعندهم عنويجات
ولا بحدر الشيف حدر الركايب اللي عنده هذاك. والليل وقت النبات وقت النبات شارهم بتو وعودوا على اهلهم. دسال ما حد سوى قصيده فيه. ما حد سوى قصيده في دشال. ما حد سوى قصيده غير بن سبيع ولا حفظها اني شديد بن سبيع. الا طلب الاحقاب من البديع. يحققونه من ينوب دشال. حيا السلطان نشيده طويله. يا تالي نهار وظهر ما تحرى حد بالغيط، وهم كان الغيط ميت ما تقمه وما تهرب. يوم ظهر الريج على الغيط حياة امي على لانه ما ادري وياه ويمرح قيل عنده سلطان. شو النشيده هذه الا ما عرفه منك. في الزمان الاول يوم انت صغير عشت هني في دسال. نعم. تتذكر هذيك الايام؟ اذكرها، اذكرها انها ايام طرابه، واذكر انها ايام فرحه، ويوم يجيك الواحد كمل عندك يوم ولا يومين انك فرحان بسوالفه ودنياه ولا هم ولا تحزنون. ابدا ما كان يرى علينا شيء. مر من يشوف الواحد يبشروا لك بضيف يبشروا لك بضيف، يا شان ظهر مطيته قيدها تحت فراش كمل يوم ولا يومين عندك، ونهار ما يصير عنك تولهت عليه. ما في خطرنا شيء، ما في قلوبنا بالدروب هذه للحين ننقل هم منها ما شيء هم ابدا. ولا تفكر في دنياك، ولا تفكر انك فتموت يوع على اقل الشيء اللي عندك، ولا تفكر انك ريال تسمع من قطعي من يجيك حد. الناس ما فرجونك مره، لا يجيك مشاي ولا يجيك مطاي. تذكر يوم تلعب بين النخل تحيد الجرن هذا ترقى نعم فوقه؟ نعم نرقى فوقه الجر، والجر فيه يحر، ويوم قال عقب ذا الحين تبعنا اليحر تحادر الطيور في اليحر نقبضها. ايه ما عندكم حبالات؟ ها؟ حبالات ما عندكم؟ لا 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 ما عندنا حبابيل ولا تلقى حباله ولا تلقى شيء ولا تلقى تفق ولا ابدا ابدا. مره عندنا قايل نجيب الرش عند اليحيي من داخل ماي. يوم قايله هيرنا نصيد لنا طيرين ثلاثه طيرين، وفي قبشه هذه ام القرله مطوق تحل على الخله، واحد اتبعها بناك يا القبشه وحليل يا القبشه لين تقبضها ما تطالع وراها مره عينها على هذا اللي يعني يسوي صوت. كيف كانت عيشتكم الاول هني؟ عيشتنا اول عيشتنا والله انها شوي تاليتنا عيه حمطة صبر تسمع مني، وقلة الجاد ما عاد يبو ظبي، وقلة الثياب ما عاد يبو ظبي، تقال حرهم طررت تناديرها تسمع تخيطها لان طرت الخندورة خطتها شنة هاي كاملة. تالي الله آمر ويت من الخارج جت تمور جت العيوش وجت الكشاوي. قال حياة الكليب الهاملي لما رحمنا الله وبطاقة الشكر كان شفنا الموت قبل نحاربها. نسمع تقانين الخلاجين من شهر وكم يا دنيا العرى من حبيبها. يصبح حماليها بحلم فلم تسهر نجودنا فرقته وحن نشتري بها. يوم اي الحرب تعري من الثياب قلت يقول اسمع الشيوخ ان شاء الله ان بينه ان شاء الله بينه بينه شعر بينه شعر تسمع مني. والله امر من يوم يا الخير هذاك قال خاليها عليه الجنه. قال الجرمني هاي مات الجرمني وحيط عليك ولا حيط عليك وجاد وحيط عليك يعني خالي مصبح هذا الحرب العالميه. هي نعم قال ولا تشير الا بقرق يسمونهم بيض. قال عاد خالف سب ان كان عندك قرق بتصير تبغى البحر ولا عمانات، وان كان تبغى الطير بتطير هن غدا للطير ينحات. افكرت في قطع السفافير ان كان هو بالقرم اني مات. نعم نعم هاي السنه جتنا بعد غير والحول ما ادري يقول وقام يصير فيها حياه خالف سب سنه كامله عقب السنه ولا يا انا حمطه صبر طحين بخلوطه بصبر ما ادري بعله
تاكل قطع كبدك اللي يحودك عليه. الحمد لله حمد الشاكرين. من عاد ذاك الزمان ما اختلفنا الا بالخير. نعم عقب ما انتهت الحرب العالمية. إيه نعم. الله عقب رزق الناس بالخير. إيه نعم. ريت المنازل القديمة ولا المصادر عفية، عزي المنضاع تيمة، يصق يمينه خلية، وين الحياة القديمة؟ البدو صوتا ولية، يا جذيش الضعينة، يثلون قفر الرعية، بيوته هو بخيمة، حصر طنوبة قوية، من اليوا خادمينه، ما ياك بيع وشرية، يا نفس كون رزينة، خلي روحك غبية، القلب لا تحرجينه، محروب عشرين كية، القلب سوى حطيمة، ضمينا على العد لية، اطلب كريم المعينة، واطلب الرب وارفع الرب يديه. يا ابو فري فيك شيء ما يا رب تفزع علي، راهد ابو فري علي. الحريم الاول ما يظهر من اللواء الا عقب ما يخد من الحصير. الله الله ما تظهر، قال الشدي سالم على لينه على نمران ويرقب الاعراض ظهره ما ظهره، قال يا رب تعالوا يا شضخ هذا، قال ما تظهر الحرمه غير سوت السمه والحصير والجنوبي والشمالي، تسمع ما شيء غير هذا الذرة. قال بادي فراس رزم نمران الطويلي لازم اللي من بداه يرونه، يعلس قال يوم بشوف الفريجي، الفريجي اللي ظهر من الغرب منه، الحصير ابيض مسوي للصليجي، جعدات بهلي ولا نخدمنه. هذا حياة حياة سالم الشدي. نعم انه ما يظهرون من اللي ولين يخدم الحصير. نعم. يعني قال نمران هي الفريجي اللي بداك لازم اللي بداك يرونه. اي نعم. كان الناس إذا أتوا إلى المورد يتعاونون فيما بينهم، فالمرأة تعاون زوجها في أعمال كثيرة، منها أنها تروي من البئر للشرب وللبيت، وفي بعض الأحيان تجتمع النساء ويتعاون فيما بينهم بالاعتناء بالنخيل، فيخرج الماء من البئر بالتعاون ويسقوا النخل. كان البدو إذا أتاهم مولود جديد يفرح ويبلغ من حولهم من العربان، فيقوم أحد أفراد العائلة الأب أم الجد فيثور بالتفق حتى يسمع الذين من حولهم، فيأتوا إليهم وليباركوا لهم بقدوم هذا المولود الجديد.
وهنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج الموارد بعد أن عرفناكم بمورد دسال وتاريخه، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.